اليوم موضوعنا خاص بالموضة والأناقة، وطبعا للحديث عن الموضوع بسعدنا نستقبل ضيفتنا الدائمة آية برقاوي. مساء الخير آية. أهلين منصة. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. احنا عندنا حديث هلا وأسئلة كتير، بس قبل ما نكمل نشوف هذا الفيديو القصير ونرجع نكمل. يلا. زي ما بنعرف بفصل الشتاء وبس يبرد الجو مزبوط كتير صعب إن نلاقي إشي نلبسه يكون مرتب وبنفس الوقت يدفينا. عشان هيك اليوم رح أعطيكم 3 فاشن تيبس يساعدوكم تلبسوا كل الأشياء اللي بتحبوها وكمان تضلوا متدفين. أول تيب رح نحكي عنها لليوم أكيد كلنا بنعرفها وهي الطبقات. رح أفرجيكم كيف نقدر نعملها بطريقة تكون حلوة ومرتبة. زي ما شفنا أول إشي بلشت فيه هو القميص الأبيض اللي أكيد موجود بخزانة كل بنت. تاني إشي حطيته عليه هو سوتر، ولأنه القميص طويل قررت إنه السوتر تكون شوي أقصر لحتى ألعب بالأطوال ويكون شكله أحلى على اللبسة. بعدين حطيت فوقه جاكيت جينز، وآخر إشي خلصت فيه هو الكوت الطويل. بهاي الطريقة بنكون عملنا طبقات وبنفس الوقت دفينا وكانت اللبسة حلوة، لأنه خلينا كل الألوان تقريبا بنفس العيلة، يعني كلها ألوان حيادية. فبتمنى تكونوا استفدتوا من هاي التيب. التيب اللي بعديها راح تكون عن استخدام الحزام بالشتاء. بما انه الاواعي الشتويه زي جاكيتات والسواترز دائما بتكون واسعه، ممكن بكل سهوله يضيع شكل جسمنا. عشان هيك ثاني تيب هي الحزام. اليوم راح افرجيكم طريقتين بتقدروا تلبسوها فيها. اول طريقه هي انه بتقدروا على السواتر نفسها اللي انتم لابسينها تحطوا الحزام. وبهاي الطريقة منكون خلينا السواتر شوي تيجي على الخصر ومنكون خلينا شكل الجسم يصير أحلى. تاني طريقة بتقدروا تلبسوها كمان إذا ما كنتوا حابين تحطوها على السواتر، بنقدر نحطها على الجاكيت اللي إحنا لابسينه. وبهاي الطريقة بيكون الجاكيت بطل كتير واسع، منكون حطينا إشي على الخصر وبيكون صار شكل الجسم أحلى. هلأ بدنا نشوف آخر تيب وهي ثالث تيب اللي رح نحكي فيها عن الإكسسوارات وبالأخص السكارف. أكثر إشي بحب أعمله بالشتاء إنه بس تكون اللبسة كلها ألوان زي أبيض أسود رمادي إني أكسرها بإشي ملون، والإشي السهل كتير إنه تعملوه إنه تجيبوا سكارف بهذا اللون. لحال هالسكارف رح تحرك اللبسة حتى لو بس حطيتوها على رقبتكم، بس اليوم رح أفرجيكم طريقة تانية تقدروا تلبسوا فيها سكارف غير الطريقة اللي إحنا بنعرفها إنه بس نحطها على الرقبة. أول إشي بعمله إني باخد السكارف إذا كانت عريضة بطويها نصين وبحطها على كتفي، وآخر إشي بعمله هو إني بجيب حزام وبحطه على السكارف. وهيك بنكون استخدمنا السكارف بطريقة جديدة، غيرنا لون اللبسة كسرناه شوي، وبعدين إذا بردتوا أكيد تقدروا تاخذوا السكارف وتلفوها حوالين رقبتكم. بتمنى تكونوا استفدتوا من هدول التيبس، هم إشي بسيط رح يساعدوكم تغيروا الواردروب تبع الشتاء تبعكم واللبسات ويخلوكم تضلوا متدفين زي ما حكينا، وبنفس الوقت تكونوا مرتبين وتكون لبستكم حلوة. آية، يعني هلا كنا نحكي تحت الهواء بدكم تشوفوا الطبقات الصح بالشتاء بالحرامات. لورينا عندها خبرة بالموضوع. أنا من البيت الطبقات عندي بوصلوا 13 تقريبا. آية احكي لنا إيش الأشياء اللي لازم ننتبه لها بس نعمل ليرينج عشان ما يكون اللبسة معجقة أو نحس إنه في كتير طبقات. أوكي. هلا زي ما شفنا بالتقرير حاولنا انه الاشياء اللي عم نستخدمها اول شيء التكستشر تاعها يكون غير القماش، ثاني شيء انه ما تكون كلها ثقيله. يعني لو مثلا عم بلبس سواتر ثقيله الاشياء اللي بدي اعمل عليها ليرينج وجاكيتات احاول ما اتقلها، او العكس لو عم بلبس قميص بقدر البس شيء فوق ثقيل. فهي الاشياء بدك تخليها بعين الاعتبار انه مش كل شيء ثقيل فوق ثقيل، لانه بالاخير رح تطلعي كأنك طابه يعني زي البينجوين بالضبط زي البطريق. فبدك كمان تقدري ترتاحي، لانه تخيلي كل هاي الطبقات تكون ثقيله ما رح حتى تقدري تتحركي بسهوله.
فهذا أول إشي. ثاني إشي من ناحية الألوان بدنا نتأكد إنه الألوان عم تكون قريبة من بعض إذا إحنا مش كتير واثقين إنها لابقة. فلو أنا مثلاً خايفة أحط بينك مع أخضر مع إشي فبقدر أخلي الألوان تكون مثلاً أبيض أسود رمادي. إذا بدي أحط باترن أو لون أحطه بشغلة واحدة يعني صح. مثلاً زي قميص زي جاكيت خفيف لو عم بلبسه تحت الكوت بس هيك يبين نتف منه يكون هذا الإشي كتير حلو. وآخر إشي كمان هي تريك كتير حلو أنا بحب أعملها لو منجيب الترانش كوتس اللي بيكونوا كأنهم فست ما لهم كمام صح. فلما تعملي ليرينج ما بصفي في عندك طبقات كتير على كمامك حلو ما ببين كتير فما ببين حالك لسه نحيفة بالضبط هذا أهم شيء عن جد بيعطيكي اللوك تاع الليرينج وبدفي كمان بس ما بعطيكي شوي ما بعطيكي إنه تقول زيادة على الإيدين بتحسي إنه عم يدخنوا هاي هي الأشياء اللي نقدر نتبعها لحتى يكون مرتب بس بنفس الوقت كمان مرتب. فالماتيريال نركز عليه والباترنز نركز عليه وفست وكمان نحاول فست. ندخل الأشياء اللي ما رح تضيف تقل للأوتفت. طب إيش التيبس كمان في تيبس تقدر تعطينا إياها بالشتاء إنه نقدر نعمل ليرينج ويطلع الموضوع بيدفي مش أوكي. بس منظر حلو هلا بالشتاء جربات لايرز بالجربات هلا بالشتاء التيبس اللي الواحد ممكن ينتبه عليها البوتس يعني مثلا بتقدر تكوني لابس إشي كتير عادي بس البوتس لو جبتي لون او باترن او إشي غريب بقدر هو يعمل لك الاوتفيت كله فانا بحكي لو انت بدك تلبسي الاشياء اللي انت مرتاحه فيها مثلا في سواتر كتير كاجوال انت بتحبيها بتحبي تطلعي فيها بس بدك إشي كمان يرتب اللبسه بتقدري تحطي هذا الإشي بالبوتس لو كان عليه باترن لو كان مثلا لونه احمر وات ايفر يعني ستيتمنت يعني بالضبط يكون ستيتمنت ثاني إشي كمان الاكسسوارات يعني مثلا لو انا لابسه زي رزان قميص ابيض لابسه جينز جاكيت خفيف بقدر احط سكارف عليها باترن حلو او لون حلو بقدر احط شنطه اللون تاعها برايت انا بحب الالوان ادخلهم بالشتاء للاكسسوارز اللي لابستهم حتى السوكس على فكره حكينا عن جربات الجربات كمان بتقدري تعملي فيهم لو بتطلعي طرف حلو حلو كثير بحب اسوي انا بالضبط وفانسا كمان بتحبي الهاتس هذا شيء كثير حلو انه الطواقي اللي بتحطيهم لو صح. بيكونوا عليهم هيك شيء خفيف او بيكون لونهم حلو برضو كمان كثير بغيروا اللبسه شيء كمان كثير حلو بالشتاء التيرتل نك او البلوز اللي قبتها رفع بتكون كثير حلوه تستخدميها كقطعه للليرينج تحت الاشياء بتطلع صح. حلوه تحت البليزرز كثير بتدفي بتطلع حلوه صح. تحت القمصان بتطلع حلوة تحت كتير أشياء إذا بدك تعملي لها ليرينج وقبتها واسعة بس تحطي التيرتل نك حتى ببين هيك شكلك مرتب أكثر بس أنا ما بقدر أتقبلها تحت القمصان ولا مرة جربتها مع إنه بشوفها على ناس بتكون حلوة تحت بتكون حلوة بحس حالي شوية البطاطا ما قدرت أتقبلها تحت القميص تحت البليزر بتصطل بدي أجربها بدي أحاول أنا بحب هذا الإشي والإشي كمان آخر إشي بحب أنصح فيه الناس لفصل الشتاء لأنه دائما كتير سهل إنه نختار الألوان السوداء والرمادي والابيض هاي كثير على طول يعني معظم الخزانه الشتويه بتكون هاي الالوان فالحلو كمان انه يفوتوا لون او برنت بسيط مثلا لو كنت لابسه قميص عليه برنت بس مثلا برنت كثير طاغيه بحط فوق سواتر بيضة سواتر جري بتطفي اللون بس برضو بتقدري مثلا تشوفي الكمام او القبة او تحت صحفة القميص انه تطلع هي برنت موجود فهذا الاشي كتير حلو ما بفكري انه الناس رح ينتبهوا عليه بس على طول العين بتروح هذا الاشي طب انا عندي سؤال بما انه عم نحكي على الليرينج مسموح نعمل ليرينج واحنا عاملين ميك اب هالقد حلو لازم ندخل هاي كثير حلو الميك اب كثير حكيتي عن السكارف قبل شوي شو كمان بنقدر نعمل بالسكارف بالليرينج اوكي هلا السكارف قطعه كثير انا بحسها مهمه وممكن الناس يتغاضوا عن هذا الشيء بحسوا انه خلص بس بحطها على رقبتي ايش بدي اعمل فيها زي ما شفنا كيف بالتقرير كتير تطلع حلوة إذا بتحطيها مثلاً فوق سواتر بتحطي عليها بلت ممكن تستخدميها كقطعة للستايلينج عشان تغير الأوتفيت مش بس كأنه تدفيكي حلوة كمان بتطلع فوق الكوتس زي ما شفنا بالتقرير الإشي الثاني كمان للسكارفز في سكارفز اللي بتيجي هيك شوي تقيلة كأنها بتحسيها شوي حرام كتير بحبها كتير بتكون حلوة فوق الكوت بس لو بتحطيها حتى على كتافك وكتير بتدفي صح يعني حتى لو فتي على محل وكنتي بدك تشلحي الكوت بس بتخلي السكارف على كتافك جد جد يعني. وكتير بتكون حلوة يعني في برينتس وألوان هلا عم تطلع كتير كتير حلوة لأنه القطعة هلا كمان دارجة فاستغلوا هاي الفرصة إنه تشتروا واحدة جد تلبق كل اللبسات وتغير اللبسة سوري هدول السكارفز اللي بيكونوا زي الحرام بموت عليهم وبموت اشوف صورهم على الانستغرام كيف الستريت ستايل وبيلفوا حوالين حالهم 100% بتحمس تمشي بالشارع باجي بدي اجربه بصير هيك بقدرش اقول لك لا يمين ولا شمال بعرفش كيف بدي اسوق لا جد
عن جد ما هو في منه اشلحي بالسياره بس كثير حلوين كثير حلوين كثير حلوين وجد ما بتحتاجي تفكري شو اللبس اللي بدي البسها عشان انت عارفه انه السكارف رح احطها جد رح تغير كل شيء هي اللي رح تعطي لون هي اللي رح تعطي حركه بعدين صح. اذا حطيتيه تحت البلت زي ما حكيتي قبل شوي بنحف وبيطول بيعمل الخدعه البصريه صح بالضبط اذا اكلتي شوكولاته زياده بالشتاء معلش حطي سكارف كلي قد ما بدك حطي سكارف بس كلي شوك طب اي احكي لنا بس يبرد الجو هل نقدر ندخل الملابس الصيفيه بالشتاء يعني ايش الطرق اللي ممكن نلبس فيها اشياء صيفيه بس نكون دافيين كمان بالنسبه انا كثير بسمع اكيد كلنا بنسمع هذا الاشي بدنا نطلع الصيفي وننزل الشتوي انا بحس هذا الاشي بموت لو هيك كارثه بعمل. كارثه كثير ليش لاني انا بالعكس بحس انه الاشياء الصيفيه هي البيرفكت بيسز لحتى تعملوا فيها ليل ماما رح تزعل منك ما جد كل امهاتنا برد امهات كتير سهل انه تحولوا هذا الاشي يعني مثلا التنانير الفساتين لسه اسهل من البنطلونات ينلبسوا ليش لاني لو بلبس تحتيهم ثيرمالز او بلبس تحتيهم لاجينج او اشي عشان يدفيني ما رح يبين ما رح ينصحني انا هيك عامله اليوم بالضبط لو بتلبسي ثيرمال تحت جينز او تحت بنطلون كتير بنصح ببي يعني ببينك سميك انه شوي سميك بس بالعكس الاشياء الصيفيه معك مجال انه تلبسي تحتيها شغلات هذا اول شيء ثاني شيء التنانير كثير حلوين مع السواترز انا كثير بحب البسهم انا بموت عليهم ما رح تبردي لو لبستي تحتيهم ثيرمالز ما رح تبردي كمان تقدر تلبسي تحتيهم بوتس طوال كثير كثير بيطلع حلوين صح ثاني شيء الفساتين كمان عندك هلا وعندك فستان صيفي كثير بحب البسهم لانه بتقدر تلبسي فوقهم سواتر كمان فهاي تريك بتقدري تعمليها لحتى تلبسي الفستان كفستان وكمان كتنورة كتير بحب أعمل هذا الاشي ثالث اشي احنا حكينا عنه ما بعرف اذا شايفين صور قبل هيك بس كتير حلو لما بيكون عندك فستان حتى لو كان كت لو لبسي تحتيه تيرتل نك انا كتير بحب هذا اللوك كتير بعجبني وكتير بحسه بيكون مرتب على بعض الفساتين حتى لو حطيتي بلت نحيف يعني كتير عم بتخيل هذا اذا كسمي مودلز مودلز على المسطره انا حبيت اي مره انت عملتي نزلتي صوره لك كنتي لابسه فستان حطيتي كل شيء بالبلت حطيتي بلت يعني كتير حلو هاي كانت انه هاي بدنا نحكي عنها بحلقات كيف الاشياء اللي ممكن ما تتخيل تلبسيها بطريقه طرق كتير انا تلبسيها حلوة كتير انا كتير بحب الاقي اكثر من طريقه للبس الشغله عشان اشتري بدي اعرف البسها اكثر بدي استغلها والله لا اهريها كل دينار صرفت عليها والله لا اهريها طيب ايا ايش الوينتر اسينشلز او الاشياء اللي لا يمكن الاستغناء عنها بالشتاء اللي لازم تكون عندنا بهذا الفصل اوكي هلا اول شيء كثير بحبه انه يكون عندك سواتر ممكن تكون شوي اغلى من السواترز الثانيه بتشتريها تكون كاشمير لانه جد بتضل معك للابد طبعا سنين يعني ممكن السواتر الصوف والهاد اللي بتشتريها يكونوا شوي ارخص ممكن على اخر الشتويه بعد الغسيل وهيك خلص تحسي انهرت صح بس هاي جد اوكي بتصرف عليها شوي زياده بس بتضاين هذا اول شيء ثاني شيء كثير كثير مرتبه انه بتيجي على الكسم منيح التكستشر تبعها كثير بيكون حلو بتقدر تلبسيها للشغل بس تحطي مثلا تحتيها قميص ابيض انا كثير بحب هذا اللوك بتقدر كمان تكون كاجوال مع جينز انبسطت لورينا كثير عجبها اللوكس اللي بحبها قاعده عم بتخيلها ورا بعض بتذكر شو عندي بالخزانه عرفتي كيف فبنصح الحدا يجيبها بتقدر كمان تجيبيها بلون حيادي مش شرط تجيبي شيء كتير مجنون عشان الكامل على الكشمير يلا شو بحكي كتير 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 حلو تاني اشي حلو وكتير بيسهل عليك اللبس بالشتاء كوت يكون ستيتمنت لو عندي كوت عليه باترن كوت لونه حلو هيك برايت او اشي كتير بغير اللبسة لاني انا بالشتاء بضل بسوتر وجينز وبوتس بس بدي اشي يغير وما اتكلف فيه كثير فهاك فبهاي الطريقه بتقدري تلبسي اللبس اللي بدك اياها وتحطي فوقيها الستيتمنت تستفيدي منه البوتس الفوق الركبه كثير حلوين لانه بلملموا اللبسه بتقدري تكوني لابسه شيء كثير واسع فكرتك تحكي بلملموا الفات انا فكرتك انت رح تحكي بلملموا ثوب العروس انا هيك تخيلتك رح تقولي هلا صرنا نعرف بعض على فكره قلت رح تحكي هلا بلملموا ثوب العروس بلملمن بلملم لانه كثير بكون شكلهم حلو حتى لو لبستي سواتر واسعه وحسيتي هيك شوي ممكن تكون منصحه شوي بتعطيكي البالانس بتحطي البوتس مع مثلا سكيني جينز كثير بيكونوا حلوين ثالث شيء اللي قلنا عنها بلانكت سكارف بتقدري تلبسيها على اي شيء ما بتقتصر مثلا على بدي اروح شيء كاجوال شيء فورمال لا بتلبس على كل شيء والتيرتل نك كثير سهله انه تحطي اي شيء فوقها صح بالضبط فهاي الاشياء بحسها اساسيه طب ايا هاي النصائح اللي اعطيتيها بتختلف لما نحكي عن الاوفيس فاشن
هلا الحلو بالاوفيس فاشن انه اوفيس فاشن هو لبس الشغل بالضبط، لبس الشغل او لبس شوي اكثر فورمال نحكي، انه معظم المكاتب بتكون مدفيه، فانت ما بدك تدفي حالك كثير تصفي بالشغل قاعده ومتضايقه وعم بتشوبي. فعشان هون بفوت دور اللايرنج باني عم بلبس شغلات خفيفه بس عم بحط فوقها شغلات ثقيله عشان اول ما اوصل المكتب اقدر اقيم هاي الشغلات واكون لابسه تحتيها شيء خفيف. اللي حكينا عنه اكثر شيء بحبه اللوك للمكتب انه لو بدك تلبسي سوتر حتى لو كانت كاجوال، قد ما كانت كاجوال السوتر لو لبستي تحتيها قميص كثير بترتب هذا الشيء. ثاني شيء لو عندك سوتر مثلا من هدول اللي بيكونوا واسعين وحلوين، هدول اللي بنحبهم الكوزي، لو بدك تخليهم شوي اكثر فورمال البسيهم مع بنطلون فورمال، دخليهم هيك شوي من قدام مع هيلز كتير بيطلعوا حلوين صح. وكتير ببطل اللوك كاجوال. ففي هاي التريكس انه تجمعي بين الشغلات الفورمال والسوتس وهاي الاشياء اللي احنا بنعرف بتناسب المكتب والشغلات الشتوية الكاجوال، لما تجمعي بينهم بطلع عندك بالانس كتير كتير حلو وبصفي فورمال كاجوال اوفيس لوك كتير حلو. حلو. طيب بدي أسأل عن ايتم ما ذكرناه وما بعرف اذا لساته ماشي كتير بالشتاء، انا بحبه الكفوف. الكفوف بعدها ماشية أكيد ولا حسب البلد؟ يعني إحنا عنا يمكن لأنه ما بنمشي بالشوارع للأسف من السيارة للبيت ومن البيت للسيارة، بس مثلاً بس تروحي على أوروبا أكتر إشي وأمريكا بتلاقي ناس تلبس كفوف وبتتفنن في أشياء، وفي أشياء جلد وصوف ومبطن وثيرمال وما ثيرمال. حكي لنا شوي عن عالم الكفوف. أنا كتير بحب كمان ما حكينا عنه هلا. أنا كتير بحب الكفوف بس بالنسبة إلي بحس السوشيال ميديا خربت الكفوف أو الموبايل، لأنه بدك تمسكي موبايلك بدك تفتحي شيء. لا في أشياء بتواكب، في أشياء بتواكب بالنص هيك اللي لا وبيعملوا كمان هيك عليهم إشي بيقدر يفتح في اللي بيعملوا عليهم هذا، بس أنا بالنسبة إلي اللي لقيتهم اللي بزبط تستخدمي فيهم موبايلك مو كتير عجبوني، ما حسيتهم فاشنبل. الأشياء الجد فاشنبل بدك تضلي تلبسي. إلغوا الكفوف يا جماعة، إلغوا الكفوف، إلغوا التليفونات التليفونات. فالكفوف كتير كتير حلوة بس هي عجقت انه بدك تقيمي وتحطيها. انا بالنسبة لي كتير بحبهم، اللي بيكونوا مقطوعين اللي حكينا عنهم بحس ما في منهم فايدة لانه انا اطراف ايدي هي اللي بتبرد فبدي اشي وفمن اللي فيه انوثة كتير 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 حلوين. وهلأ الدارجين كمان اللي بيكونوا الاقصار اللي لعند الرست هدول كتير بحبهم وكتير بيكونوا حلوين. طب آية في ايتم كمان حابة اسألك عنه. كيف احنا بالحلقات الماضية بنحكي عن كل واحدة عندها ستايل تايملس يعني ما بتروح موته، بدي اشوف رأيك بهذا الموضوع. البستار بالشتاء كتير بحبه خصوصا اللي فيه فرو وفيه حركات اذا كان بينك واذا كان كامل كمان زي ما حكيتي. شو عم نشوف منه ولا ما عم نشوف منه؟ هلا البستار تقدري تحكي انه اشي مش من الاشياء اللي بتفوت وبتطلع من الموضه. اوكي ممكن يكون في فتره كتير صار موضه بس ما اظن عمره ما كان انه بتلبسيه بتحكي لا هذا كتير زمان خلص هلا بطلنا نلبسه. كلاسيك يعني كلاسيك كتير مريح كتير عملي جدا 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 بالضبط. وفي كتير براندز هلا عم تتفنن بهذا الاشي انها عم بتضيف عليه شغلات. انا كتير انت ملكه البستار كتير بحبها كتير تلبسهم كتير في اشياء بكون عليها خرز اشياء عليها تويست فلورال برينتس كمان ورود أشياء. بالضبط فبطلت انه بس الاسود والبني والاشياء اللي احنا متعودين عليها صار فيها كثير تويست حلو فبلا عم بتواكب الموضه. البستار كايتم كبايكر بوت ما بيروح ما بيروح بس الاشياء اللي عم بتواكب الموضه هي البرنتس والشغلات اللي عم تنضاف عليه فبحس هو اكيد لازم يكون عند كل حدا حلو كثير. طيب شكرا آية على المعلومات اللي قدمتينا اياها.